كيف تقيم الإجراءات التي اتخذتها حكومة السيد إلياس الفخفاخ وشنو تقييمك للوضع الحالي؟ سي شاكر، هو أنت أشرت إلى كون الوضع الصحي صعيب، هو كذلك هو الوضع الصحي صعيب جدا في الفترة هذه، ومرشح كونه باش يتواصل مدة في المدة القادمة الوضع هذا باش يكون في الصعوبة هذه. لكن الدولة لن تكون عاجزة على التعاطي مع هذا الفيروس، وسنتمكن بفضل تضافر جهود كافة الأطراف من محاصرة هذا الوباء. الفترة هذه عنا وجود الجائحة بيننا، عنا حالة عدوى مجتمعية، عنا انتشار كبير للفيروس هذايا، اللي الطرق اللي تعاملنا بهم خلال الفترة الأولى غير مجدية. احنا نعرفوا الوضع الصحي كيفاش لقيناه في الفترة هذايا، وهذايا نتاج تراكمات متاع سياسات ما قدرتش في وضع ما إلى إصلاح القطاع الصحي وإصلاح المنظومة الصحية، اللي حتى قبل ما تجينا جائحة كورونا هذية كان انتري غراند سوفرانس. احنا حكومة هذية من اللي جات، انا طرحت على حتى على السادة اعضاء الحكومة اللي كونوا راو يلزمنا نستنبطوا حلول خارج السائد، يزينا من الحلول متاع استنى باش نعمل صفقة واستنى خليني نشوف ولموان ديزان، لا nous sommes en urgence. احنا نعرفوا وضعية الصيدلية المركزية كيفاش كانت وكيفاش كيفاش لقيناها. الصيدلية المركزية انا مازلت اذن توا بتوفير 100 مليون دينار سوبليمونتير باش نوفروا الادوية اللي يلزمها تكون موجودة، باش نوفروا لي فاكسان اللي يلزمهم يكونوا موجودين، توفير أسرة الانعاش، توفير أسرة الاكسجين. هذا كله عملناه في الفترة تاع الشهر هذا، حددنا التسعيرة تاع الاناليز تاع كوفيد على مستوى اللابوراتوار الخاصة، ومع عليهم كان ينضبطوا للتسعيره هذيا، واللي مازال باش يواصل في عدم الانضباط للتسعيره هذيا راه باش نتخذوا فيه قرارات تصل حتى للغلق. المريض اللي ما نلقاولوش مكان في القطاع العمومي يمشي للقطاع الخاص ودولته تتكفل به، هذايا ما عندنا فيه حتى اشكال. والقطاع الخاص اللي يرفض باش ينخرط في المجهود هذايا، وهما هذول لي سيت اون مينوريتي انفيم، ما فماش حد التجأنا له من القطاع الخاص ولقينا منه صد ورفض. احنا ما يخفاش على حتى حد اللي وضعيه الماليه العموميه نتاعنا صعيبة جدا. احنا نوصفها بأون ديريف، معناها أون ديريف بيدجيتير اللي خلتنا نوصلوا إلى الوضعية هذية، خلتنا نوصلوا إلى أن احنا في مشروع الميزانية التكميلي لسنة 2020 عدلنا في العجز اللي كان بريفيو من الأول 3% قرابة 3.7 حاجة كيما هكا إلى 14%. قررنا الزيادة لأن احنا دولة تحترم التزاماتها سي شيك. احنا ما دخلناش في زيادات جديد، احنا اقرينا ما تم الاتفاق عليه. نحكيه على مواطن كان راقد في كشك طيحنا عليه الداله نتاع الكشك ومات على بلاصته. علاش ما خديتوش قرار على معنى الفصل 204 من مجله الجماعات المحليه بحل المجلس البلدي؟ انا حينيا طلبت فيها تحقيق ولتحديد المسؤوليات، وقد تكون فيها مسؤوليات اخرى، ورانا احنا اي حد باش تثبت تقصيره في التعاطي مع الحادثه هذه راهو ستتم مساءلته كما تمت كما قلت لك من باب المسؤوليه الاداريه والمسؤوليه السياسيه، ابعاد السيد الوالي من المسؤوليه هذه. العلاقه اللي تربطني بالسيد رئيس الجمهوريه من ناحيه الانسانيه هي علاقه كبيره ياسر، وعلاقه احترام كبير ياسر. من ناحية المؤسساتية هي علاقة يحكمها الدستور، الدستور حدد صلاحيات لسيادة رئيس الجمهورية وحدد صلاحيات لرئيس الحكومة، وإحنا قاعدين نمارسوا في الصلاحيات هذية حسب الضوابط الدستورية. المحدد في الإعفاء كان الخروج على واجب التحفظ وواجب الانضباط الحكومي اللي مطالب به كافة الوزراء الكل المطالبين ب التضامن، واجب التضامن الحكومي وواجب التحفظ. اللي يكون موجود في حكومة يلزم يكون منضبط لقراراتها ومنضبط لتوجهاتها. احنا ديما نتحدثوا مع محافظ البنك المركزي، خاطر انا يبدو متقلق محافظ البنك المركزي من الوضع ومن الارقام اللي تبحكي. حتى احنا متقلقين من الوضع سي شكر، حتى احنا متقلقين، التوانسة كلها متقلقة من الوضع الاقتصادي سي شكر. هذاك علاش يلزمنا نلقاو دي سوليسيون اوت اوف ذا بوكس.